إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً. يرجى ترك رسالة بعد سماع الصافرة. مرحبا خالي قريش، آسفة عم بتصل بهالوقت، ما تواخذيني مضطرة، بس ماجد عنده اجتماع مهم كتير بكرة وبصراحة نسيت خبره، تليفونه مسكر. إذا بتريدي. ماجد مو بالبيت حبيبة قلبي، لسه ما إجا اليوم. طمنيني شلون صرتي؟ ما تاكلي همي، حياتي مكملتها من هداك اليوم. انسي، معلش تخبري ماجد إنه اتصلت. تصبحي على خير. تلاقي الخير بنتي. بموت من برودة أعصابك كريم. ماجد له يومين ما إجا لهون، حتى اليوم ما راح على الشغل. ما انشغل بالك معقول؟ ايه بنوب، لأنه ماجد هو متقصد ما يرجع لهون، فكر إنه يعاقبنا إذا عمل هيك تصرف. روحي عقوبتك قريش، بكرة الصبح بيرجع من حاله. ندمتي لأنك ما نزلتي وشفتي؟ ناريمان عن جد عصبتيني، يعني الرجال إجا على الحارة، كنت طلعي وحاكي خمس دقايق شو فيها؟ يعني عادي. ألو؟ نعم نيفين خانم؟ ماجد وناريمان مع بعضهم هلأ يا ليلى؟ ناريمان قاعدة وماجد بيك ناطر تحت، مخصوص إجا على الحارة ليشوفها. انتي متاكده ليلى؟ والله متاكده طبعا. كمان ناريمان مو قبلانه تنزل لتحت وتشوفه، الظاهر رايده تتدلل شوي. ساحره عم تتعذب طبعا.